لأجله تغزى دول وتقام الحروب وتتغير الحدود، تسقط ممالك وتعمر ممالك. إنه النفط، الذهب الأسود أو الزيت الخام، وهو مادة سائلة لزجة ذات كثافة تتراوح درجات لونها ما بين الأسود المائل للإخضرار، وتعتبر مادة قابلة للاشتعال. يتم استخلاص النفط من الطبقات العليا من القشرة الأرضية بطرق خاصة بذلك، وتتفاوت أنواع النفط وفقاً لمكان استخلاصه واستخراجه، فيظهر الاختلاف بشكل كبير في تركيبته ومظهره. تدخل في تركيبة النفط مجموعة من المواد تشكل بمجملها خليطاً من الهيدروكربونات المعقدة، وتدخل في تركيبتها أيضاً الألكانات الكيميائية والتي تعد ثمينة للغاية. وأظهرت إحصائيات الطاقة العالمية بأن النفط من أهم مصادر الطاقة الأولية وأثمنها، وتتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط حول العالم. تحرق ما يقارب 80 مليون برميل بشكل يومي في مختلف المجالات. نشأة النفط. تعود أصول النفط إلى أنها بقايا كائنات حية عضوية تعرضت للضغط والحرارة العاليتين لمدة زمنية تجاوزت ملايين السنين. يعد النفط مصدرا هاما من مصادر الطاقة الأولية، ولذلك يطلق عليه اصطلاحا اسم الذهب الأسود بسبب أهميته الاقتصادية العالية، إذ تستخدم القطفات الخفيفة منه بشكل أساسي في مزائج وقود السيارات ووقود الطائرات. أما القطفات الثقيلة فتستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع وتشغيل الآليات الثقيلة. كما يعد النفط المادة الأولية الخام للعديد من الصناعات الكيميائية على اختلاف منتجاتها، بما فيها الأسمدة ومبيدات الحشرات واللدائن والأقمشة والأدوية. تصنف المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج العربي من أكثر مناطق العالم غنى بالاحتياطي النفطي، وهي كذلك أكثرها إنتاجاً وتصديراً للنفط، والذي ينقل عادة إما بالأنابيب أو بالناقلات. يزداد معدل استهلاك النفط مع التقدم البشري والاعتماد على هذه الخامة مصدراً أساسياً للطاقة، ويلعب سعر النفط دوراً مهماً في الأداء الاقتصادي العالمي. إلا أن الاحتياطات النفطية عرضة للنضوب وعدم التجدد، خاصة مع الاقتراب المستمر لما يعرف باسم ذروة النفط، وهو أقصى معدل لإنتاج النفط في العالم، مما فتح الباب للبحث وتطوير بدائل جديدة للطاقة مثل مصادر الطاقة المتجددة. انعكس الاستعمال المفرط للنفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى سلباً على المحيط الحيوي والنظام البيئي للكرة الأرضية. مشتقات النفط. إن مشتقات النفط مواد تم تكريرها واستخراجها من المادة النفطية الخام، وتنتج المشتقات النفطية بعد مرور مادة النفط الخام بعمليات التكرير، ابتداء من التسخين ثم التقطير ثم فصل الغازات، ثم مراحل متتالية للخروج بمنتج أو مشتق من أحد مشتقات النفط. ومن أشهر مشتقات النفط البنزين، الديزل، وقود التدفئة، وقود الطائرات الكيروسين، وقود السفن والمصانع، غازات سائلة وجافة، فحم الكوك، مادة إسفلتية تستخدم لتعبيد الطرق، زيوت التشحيم. كما أن أهمية النفط تساعد على رفع المستوى الاقتصادي العالمي، كما أنه ينمي الاقتصادات الوطنية، ويعتبر النفط مصدرا نظيفا للطاقة، ويدخل في عدة استخدامات كالنقل والمواصلات وغيرها. يدخل في الصناعات البتروكيماوية، كما يكتسب أهميته من سهولة النقل والتخزين التي يمتاز بها.